بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا التسجيل بإذن الله سنأخذ محاكاة لقياس كتلة جسم. إذن على سبيل المثال لدينا مجموعة من قطع السكر، إذن أخذنا قطعتين ثم قطعتين أخريتين ثم قطعتين أخريتين، بمعنى وضعنا 6 قطع من السكر في إحدى كفتي الميزان فاختل توازنه. الآن سنحقق التوازن باستعمال العياريات أو المعايير المناسبة التي تحقق التوازن، وهنا نريد أن نبين ما معنى قياس كتلة، وهو مقارنة كتلة مجهولة بكتلة معلومة. إذن هذا معنى قياس كتلة هنا في هذا المثال، هو مقارنة مقدار مجهول بمقدار معلوم من نفس النوع. إذن سنستعمل كما تلاحظون معايير، إذن استعملنا 10، أضفنا 2، يعني ما زال لم يتأثر الميزان، معناها ما زال الرقم بعيد. أضفنا 10 أخرى، يعني صار لدينا المجموع 20 في الكفة، لم يتحقق توازن. أضفنا 20، صارت الكتلة أكبر، لاحظ يعني مجموع ما في الكفة هو 40. حذفنا أو نزعنا 10، أضفنا 5، بمعنى صار لدينا ما في الكفة 20 + 10 + 5، أي 35، لم يتحقق توازن. أضفنا 2، صارت 37، لاحظ أن 37 تصير أكبر مما موجود في الكفة الثانية. إذا ننزع 2 وسنستبدلها بمعيار قيمته 1 غرام، لاحظ معي، إذن استعملنا معيار 1 غرام، صار لدينا المجموع ما في الكفة هو 20 + 10 + 5 + 1، أي 36 غرام، لاحظ جيدا، 20 × 10 = 30 = 35 = 36. إذن 36 صارت متوازنة مع 6 قطع من السكر. إذن فما هي كتلة قطعة السكر الواحدة؟ 36 × 6 تساوي 6 غرام كما تلاحظ. إذن النتيجة صحيحة. إذن هكذا قسنا وحسبنا. نمر الآن إلى قياس كتلة سائل. كتلة سائل يعني ليس فقط الصلب هو الذي له كتلة، كل الأجسام لها كتلة. إذن أخذنا وعاء زجاجي، وضعناه على ميزان إلكتروني، نشغل الميزان لنستبعد كتلة الزجاج، وهو ما نسميه بالتصفير، بمعنى حينما نضع الماء أو السائل الميزان سيقرأ لنا فقط كتلة السائل، يعني كتلة الزجاج مستبعدة، هي مخزنة في الجهاز. إذن الآن ما يسجل هو كتلة الماء أو السائل فقط، لاحظ. إذن سنفرغ كمية الماء عن آخرها. إذن وصلنا إلى 53.4، إذن أفرغنا كل الماء. المهم الآن هذه القيمة المسجلة 53.4 هي كتلة ماذا؟ إنها كتلة الماء لوحده، يعني صافي بدون زجاج. نتأكد من الكتابة في الخانة المناسبة، نعم، ها كتلة الماء الموجود في الزجاج، يعني بدون، كأننا أفرغنا الماء على الجهاز مباشرة، يعني لم يدخل الزجاج في العملية الحسابية. إذن 53.4 هي كتلة، نعم، إذن الإجابة صحيحة وهي كتلة الماء المستعمل في هذه التجربة. إذن هذا بالنسبة لمفهوم قياس الكتلة. إذن إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية
ما قدمناه لكم في هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القادر أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.